السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. يعني هاي المرة راح نعمل configuration ل virtual router redundancy protocol، لكن يعني أنا راح يعني أورجيكم الخطوات خطوة خطوة. اللي اكتشفته بعد ما أنهيت كل شيء، بعد ما أنهيت كل يعني الإعدادات تبعت يعني تبعت ال virtual router redundancy protocol اللي هو VRRP، اللي اكتشفته هو التالي، انه ال VRRP ما بيشتغل بال virtual environment لانه فيه مشكلة بال layer 2. يعني ك طريقة عمل ال virtual VRRP هي عن طريق انه بيستمع او بيعمل listen على layer 2 للباكيتس، لكن هو بغير الماك ادرس تبعه. الان لما يغير الماك ادرس تبعه، الهايبرفايزر اللي بيعمل virtualization يعني المحرك اللي بيعمل البيئة الافتراضية بنتبه انه في حدا قاعد بغير الماك ادرس تبعه، بفكر انه نوع من الاتاك، نوع من الهجوم على الشبكة، فبحجب هذا الماك ادرس فبتفشل العملية. لكن احنا راح نعمل كل الكونفيجريشن زي كأنه يعني لحتى ما نوصل انه نعمل كوميت ونقول امورنا تمام وما في عندنا اي مشكلة، على اساس انت في يعني هاي اخر فيديو عن هذا الموضوع. بعدين راح ننتقل، يعني مش عارف، بجوز ابدأ بالIS intermediate system to intermediate system، او ندخل على البي جي بي، لكن انا بفضل ISIS بعدين بي جي بي، مش مشكلة. على كل حال هون الاسبوع القادم بنشوف ايش بصير معنا. اول شيء لازم تعرف انه بدنا نعمل configuration لسب interfaces. يعني انت علشان هون تستمع بدنا نعمل VLAN 10، وبده يكون في عنا كمان VLAN 20، وفي عندك هون VLAN 10 و VLAN 20. الآن بالنسبة للVLANs هم يعني احنا كنا نحكي عنهم trunks، لكن هم tags. يعني الباكيت لما تنتقل، الباكيت لما تنتقل من مكان لمكان هون داخل لان سويتشينج بتم عملية تاج، يعني بتم وسمها بوسم اللي هو التاج تبع الفيلان. ففيلان 10 لها وسم اللي هو بنوسمه فيها اللي هي 10 20 20 كذا، يعني او بتقدر تعتبرهم الوان. يعني فيلان 10 لها اللون الاحمر، فيلان 20 لها اللون الاصفر، 30 اخضر مثلا، هيك شيء. فهي بس عبارة عنها، وهي فعليا الاسم العلمي لها هي التاج، مش فيلان، لكن التكنولوجيا هي الفيلانز. الان بدنا نشوف الكونفيجريشن. انا عملت فيديو باللغة الانجليزية عشان هيك راح ادخل على configuration واحكي له شو، راح اشوف انه عندي كل configuration بشكل كامل. احنا راح نعمل delete interface EM1، وكمان delete interface EM2 هون EM2، و delete protocols OSPF، و delete loop back. ما في داعي ان احذف اللوب باك، لانه اللوب باك يعني ما بيأثرش على عملنا نهائيا، لكن اذا حبيت تحذفه. و EM0 بوصلنا مع الديفولت gateway. نحكي له commit، الآن لو أقل نظرة على الكونفيجريشن موجودة عندي، بتلاحظوا إنه ما فينا غير بس اللوب باك انترفيس. لو انتقلت لهون وحكيت له configure، حكيت له show، نفس الشيء
شوف انه فينا اللي راح نعمله راح نعمل delete protocols OSPF، وكمان راح نحذف ال VRRB اللي هو الخاص بعملية tracing او debugging للبروتوكول بشكل خاص. كمان بدك تحذف انترفيس EM1، بدنا نحذف انترفيس EM0، نعمل commit. نعمل شو بعد ما انتم شايفين ما في غير اللوباك انترفيس. الان بدك طبعا تبدا بالسويتش. السويتش ندخل على جلوبال كونفيجريشن مود ونحكي له انترفيس رينج فاست ايثرنت 1/1-2، نحكي له سويتش بورت مود ترانك سويتش بورت، مش مشكلة سويتش بورت ترانك allowed VLAN، بتقدر تحكي له all او من 1 لـ 1005. بعدين ننتقل ل ثلاثة راح يكون هوست عليه، يعني عبارة عن جهاز موصول فيه سويتش بورت طبعا مود اكسس، سويتش بورت اكسس VLAN، واحد بدنا نحطه VLAN 10 والثاني بدك تحطه طبعا هو مباشرة بيعمل creation للVLAN. بتنتقل للي بعده بتحكي له switch port mode access switch port access VLAN 20، بعمل creation مباشرة. انا بفضل انك تعمل interface VLAN 10، تحكي له انه ال IP address 172.20.10.200. قوم يعني هاي الكونفيجريشن فقط للتست، يعني مش شيء مهم، لكن انا بفضل انك تعملها. ليش؟ علشان تعرف انه يعني امورك شغاله، تشوف بالضبط فعليا وين المشكله اللي عندك. حاليا هاي كل الكونفيجريشن اللي انت بتحتاجها هون. بضل تحكي له شو انترفيس ترانك، انت شايف انه في عندي تو انترفيسز عليهم ترانك ومسموح فيهم 1 و10، او حاليا سبانينج تري فوروردينج ونوت بروند. هذول بتقدر تحكي له كوبي ران ستارت، مش مشكلة. الان تنتقل لهون، اول شيء بدك تعمله تحكي له سيت انترفيس EM0.0 فاميلي اي نت عشان يوصلنا بالانترنت، تحكي 172.16.1. هون المشكلة صارت عندي، انا حطيت 11 بالفيديو اللي بالانجليزي، حطيت 11 وصارت عندي مشكلة. تنساش انه هذا لو حكيت له show interface راح شايف انه في عندي هون، وهاي المشكلة اللي صارت عندي بالفيديو الاولاني. فانا راح اعمل كمان 1/24. طبعا بدك تيجي تحكي له set protocols عشان تشغل OSPF، OSPF area 0 interface loopback 0 passive، طبعا هذا لانه ما بهمنا. بدك تحكي له انه في عندك ال EM0 بالهاي، وهي كومنت مباشرة راح تظهر عندك ان شاء الله. طبعا اللي هم الشو الراوت، فلو حكيت له شو راوت طيب خليني اجي هون احكي له شو رننج كونفيج. انا عندي 11 طيب، هون هاي مباشرة بس تظهر عندك هاي، يعني معناته انه configuration عندك سليمة. ليش؟ لانه هاي من هون default information originate always،
فبما أنها ظهرت معناته كل الكونفيجريشن عندنا سليمة. الآن بتقدر تيجي أو خلينا نبدأ بالكونفيجريشن في موضوع الفيلان تاجينج. الآن فيلان احنا بنعرف انه السيسكو راوتر كنا نحكي له سب انترفيس والانترفيس نحط عليه، وكنا نعمل يعني موافقة اسوسيشن، نعمل موافقة ما بين الفيلان وما بين التاج اللي عليها، يعني ما بين السب انترفيس العفو وما بين الإشارة اللي عليها. فاللي راح نعمله هو التالي، يعني نحكي له set interface. مين الانترفيس الموصول هون؟ لو اظهرناه شايف عندك اللي هو EM1، فهي EM1 هون، وهون عندك EM2، فهي EM1 و EM2. الآن EM1 بده يكون عليه VLAN 10 و 20، فكيف نضيفهم؟ بدك تيجي تحكي له EM1 لكن ما تحط هاي، ما تكمل، واحكي له VLAN tagging، يعني اقبل ال VLAN tagging زي ما احنا كنا بالاول نعمل no shutdown للانترفيس، بعدين نحط interface fast ethernet 1.1 علشان VLAN 1، 1.10 عشان VLAN 10. بعدين بتحكي له set او لا خلينا نحكي له edit interface EM1. الان هنا يفضل تسميه على نفس VLAN 10 10 VLAN 20 20 فات 10. خلينا نعمل edit، بعدين تحكي له set family inet address 172.20.10. هون عادي لو حكيت له 11 مش راح تصير اي مشكلة ان شاء الله. بظهر عندك هون تيجي تحكي له delete edit، بعدين نحكي له set. الان بدنا نبلش بالconfiguration تبعت ال VRRB. الان احنا يعني ملاحظين انه احنا على اليونت 10، بالسابق ما كان يسمح لنا ندخل على اليونت 10. ليش؟ لانه ما كنا عاملين تفعيل الفيلان تاجينج. الان فيلان تاجينج اكتف، فاحنا مباشره بنحكي له لا يفضل نعمل اكزيت، نحكي له سيت فيلان اي دي 10، بعدين ندخل مره ثانيه. ليش؟ علشان نحكي له انه بتقدر بعد ما تخلص تحكي له VLAN ID 10 عادي، ما في مشكلة، يعني بالعكس رح نعمل على كلتا الحالتين. يعني فبدنا نحكي له set VRRB group 1 virtual address، ونحكي له 172.20.10.1. هاي هيك حطينا الاي بي ادرس. الان تنساش انه في عندك برايورتي باي ديفولت بالوضع الطبيعي هي 100، واحنا راح نحطها 100. ليش؟ لانه هذا راح يكون الماستر وراح يعمل بري امت، يعني راح يطالب حقه اذا كان هو اعلى برايورتي، راح يطالب حقه عشان يكون الماستر فيرتشوال راوتر. كمان يعني يفضل تحط accept data عشان يعني للأسف لو انها شغالة كان مباشرة بس تعمل بينج للفيرتشوال اي بي مباشرة برد عليك الراوتر مرة مباشرة، يعني زي كأنك بتعمل بينج او بتعمل تفحص ل اي بي ادرس موجود عندك على الشبكة. هيك بس، يعني هاي كل الكونفيجريشن اللي انت بتحتاجها. فانت بتقدر تعمل توب، ترجع للإيديت. انت شايف احنا كنا وين؟ كنا هون
الآن صرنا هون. فإذا تنساش تعمل كوميت علشان تعمل كونفيرم على الكونفيجريشن تبعها. هاي كل الكونفيجريشن انت بتحتاجها. حاليا لو حكينا شو بتلاحظ انه صار في عندي EM1 VLAN tagging وصار في عندي OSPF configuration. الان ننتقل للي بعده اللي هو احنا شفنا هنا انه حطينا VLAN ID ودخلنا على edit interface family. طيب ندخل الان edit وين 20 نحكي له set VLAN ID 20 بعدين نحكي له edit family inet address 172.20.20.11/24. الان احنا عنا VLAN tagging بالوضع الطبيعي فعال من السابق. فاحنا على نفس الانترفيس اضفنا يونت ثاني اسمها 20 والفيلان اي دي يعني الفيلان عادية اللي هي 20. وفي عندك هنا بدنا نبلش ب VRRB configuration. طبعا هاي راح تكون group 2 virtual address راح يكون 172.20.20.1. كمان راح يكون عندك يعني مع هذول اللي هم accept data طبعا وده يكون عندك البريوريتي. لكن هاد علشان نعمل لود بالانسينج يعني احنا بنعمل فيرتشوال ريدندنسي بروتوكول وبنعمل كمان لود بالانسينج نحكي له 80. وتنساش انه لازم يقبل عملية بري امبشن يعني اذا كان هو بريوريتي اعلى فهو بيطالب حقه, اذا كان له بريوريتي اقل فهو ما بيطالب حقه يعني بفقد حقه بانه يكون الماستر الزعيم. فاي توب ونعمل كوميت. بيبقى كمان في شيء مهم قبل ما ننتقل للراوتر الاخر اللي هو جونيبر راوتر 12. بيضل عندك شيء مهم, انت لما تكون الماستر متى لازم تكون الباك اب, يعني متى لازم تنتقل من وضعية الماستر للسليف او للباك اب. لازم تكون تتابع شيء معين, يعني لازم في شيء اذا كان فولس يعني مش ترو نوت ترو معناته هو راح يتحول من ماستر لباك اب. لو حكينا شو المفروض انا لما هذا الانترفيس افقده مباشره اتحول هون من برايوريتي 100 يصير عندي برايوريتي مثلا 80 70. بما انه هون حطينا 80 يعني الطرف الاخر راح يكون 100, وهون بما ان احنا 100 راح يكون هو 80. فاللي راح اعمله هو التالي, راح اجي هون preemption. طيب ماشي edit interface بعدين طيب هاي اللي بدنا اياه صح. وبعدين نحكي له set VRRB group 1 نشوف ايش configuration اللي عنا. احنا بدنا نعمل تراك ل interface تراك ل interface ونحكي له EM0. طبعا قلنا اذا كان في عندك VLAN تاجينج بدك تنتبه اي انترفيس بدك تعمل له priority cost
يعني في حال هذا الانترفيس اللي هو ام 0 صار داون، يعني انا عملت له شت داون او مثلا شلنا السلك فانترفيس مباشر تحول اللينك تبعه لداون، فكم لازم انقص؟ اذا كان طرف الاخر 80 فلو نقصت من 130 كم راح يساوي؟ راح يساوي طبعا 70. فهيك بيكون هو البرايورتي كوست 30، وهنا بيبقى عندك انك تيجي تحكي له طبعا تأكد انه preemption شغال واي كومات. شو تمام، يعني في preemption شغال، auto cost الانترفيس انعمله tracking، accept data virtual، والبريوريتي تبعته 100. هاي كل الكونفيجريشن اللي احنا بنحتاجها على جونيبر راوتر 11. لو انتقلنا ل 12 وجينا هون، انتم شايفين ما في عندنا اي شيء، مباشره بنعمل كونفيجريشن انترفيس اي ام 0-0 فاميلي اي نت، هذا علشان يامن لنا اتصال بالانترنت. ادرس 172.16.1.12/24. كمان بدنا نعمل اللي هو خي مباشرة، يعني نعمل 2.10 هنا. طيب مش راح تزبط. طب set interface EM2 VLAN tagging، بعدين نقدر نستفيد من هذا، نحكي له خلي هذا 10 وهاي 20، وخلينا نيجي نحكي له هذا انت 2.10، بعدين نعمل edit interface EM2.10 وست VLAN ID 10. بعدين نقدر نيجي لهون نحكي له بدل ست edit edit family inet edit اعمل اكزيت. تمام. طيب نعمل set VRRB group 1 virtual address 172.16.2010.1. طبعا مباشرة priority راح يكون السكندري هو او الباك اب، فهو راح يكون كمان preempt، وكمان في عندك accept data، وبقى هاي هي كل اللي احنا بنحتاجه هون. track ما بنحتاجش لانه هو اصلا يعني backup. accept data priority virtual تمام، يعني هاي كل شيء. نحكي له قمت نحكي له شو وهاي توب. الان في عندك set protocols علشان تأكد بال OSPF area 0 interface EM 0، وكمان في عنا interface loopback 0 passive، ونحكي له commit. يعني المفروض حاليا احكي له run ping 172.20.10، يعني هاي الراوتر الاخر. تمام، يعني انا في عندي
في عندي اتصال داخل اللان سويتشنج نتورك، في عندي هنا بينج كمان بقدر اتصل بالراوتر الخارجي. طب لو حكيت له run show route، فكمان انا عندي كل الراوتس وبناء عليهم بقدر احدد. كمان يعني انا لما اعمل بينج بهاي الحالة البينج رح يجي هيك، ليش؟ لانه انا يعني هاي البينج الاولاني اللي احنا عملناه هون هذا من داخل اللان سويتشنج عن طريق السويتش تبعنا اللي عملنا له كونفيجريشن. الان هيك بيكون عنا كل شيء، بيبقى شيء اخر اللي هو تنساش تعمل اللي هو edit interface EM2.20 اللي هو الانترفيس الثاني. فالان بده يكون عندك دوت 20، خلينا نحكي له ست VLAN ID 20. كمان بده يكون عندك هنا edit interface edit family inet address 172.20.20. راح يكون هذا لانه 12 في 12/24. الان بنقدر نحكي له set VRRB group 2 virtual address 172.20.20.1. كمان في عندك اللي هو accept data، وفي عنا priority. هون راح يكون هو الماستر، بما انه هو الماستر راح لازم يكون فيه تراك انترفيس EM0 priority cost وهي 30، وبما انه احنا عملنا له priority cost وعملنا له priority preemption. طيب نحكي له شو. طيب عندي priority preemption accept data والتراك انترفيس، بما انه هو الماستر بضل نعمل له commit. طبعا يعني اخذ مني وقت طويل يعني ما اخفيش عليكم، ليش؟ لانه حاليا لو حكيت له run show vrrb no VRRB not running، رغم كل هاي الكونفيجريشن، كل الكونفيجريشن عملناها تمام ما في اي مشكلة موجودة بموقع جونيبر نفسهم، لكن هاي الفيرتشوال انفايرومنت ففي مشكلة بالVRRB، فعادي ما في عنا اي مشكلة بهذا الموضوع. لكن كل الكونفيجريشن اللي احنا عملناها تمام. لو حكينا له شو، هاي لو حطيتها على راوترات حقيقية فراح تعمل، او مش حقيقية خلينا نحكي بال فيزيكالي موجودة عندك، لانه هاي حقيقيات كمان، لكن في البيئة الافتراضية. فراح نعمل توب هون وراح نعمل شو، وتشوف هون كل الكونفيجريشن اللي عندنا بشكل كامل. عادي ما في مشكلة، بس بالعكس انا هون فكرت اني في مشكلة عندي بال OSPF configuration، لكن انا اضفت انترفيس قبل الاخر، ومرة ثانية بالعكس بالجهة المقابلة. الان هاي كل الconfiguration انت بتحتاج عشان تعمل VRRB لللان سويتشنج تبعتك من خلال الجونيبر راوترز، وكمان غير الـ VRRB اللي هو load balancing. فلما واحد من الانترفيسز يصير داون، يعني لما يصير هذا الانترفيس الـ EM0 هون داون، فمباشرة الراوتر الآخر هو اللي بيصير الماستر، وكل الترافيك مباشرة بتوجه لعنده. يعني راح الماك ادرس، فيرتشوال ماك ادرس تبع الـ VRRB ينتقل من هون، هو مش لازم يكون هيك VRRB
فيرتشوال معك، فلما يتحول ماستر راح ينتقل الفيرتشوال ماك ادرس للاخر، وكل الترافيك راح يصير يتوجه من هون. رجع وطلب عن طريق البري امبشن انه يكون الماستر، فمباشره بيرجع كل الترافيك لعنده. بهيك يعني شكل لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.